النصف الأول من عام 2012 كان أداء الشركة مميزاً، يعني لا من ناحية حجم العمل، حجم العمل زاد تقريباً بحدود 26% عن النصف الأول من العام الماضي. أرباح الشركة بلغت 9.5 مليون دينار بزيادة 63% عن العام الماضي. فالحمد لله يعني أفضل بكثير من توقعاتنا بظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. طيب 63% رقم قياسي كبير، هل ضعف في النصف الأول من العام السابق أم أن شيئا حدث وسياسة جديدة طبقت وحققتم هذا النمو الكبير؟ هو الاثنين مع بعض. الزيادة اللي جاءت هذه نتيجة عدة أمور. الأول هو زيادة حجم العمل، زيادة مثل ما ذكرت اللي هو 26%. الشيء الثاني التحسن في أداء المحفظة. ولما أتكلم عن التحسن في أداء المحفظة هو زيادة التحصيل والمتابعة، واتخذنا أساليب جديدة في المتابعة مما أدى إلى تجنب أخذ مخصصات إضافية، بل العكس يعني استرجعنا بعض المخصصات السابقة. العامل الثالث هو أداء المحفظة الاستثمارية، يعني المحفظة الاستثمارية هذا العام أفضل أداء من